بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم رئيس جمعية النهضة رضوان كيحل، فاعل جمعوي. فاليوم جمعية النهضة تقوم بالحملة ديالها الثانية بعد ما نجحت في الحملة ديال العام اللي فات. اليوم الحملة الثانية لدوار أكردان جامعة أيت أم ديس إقليم أزيلال. فهذه العملية كتخرج في واحد العملية اللي تعاونية وتكافلية مع جميع شرائح المجتمع، الناس اللي كيبغيو يتعاونوا مع الفقراء كنكون حنا وسطاء خير وكنجيبوا الامانه للمواليها. الحمد لله واحد الامانه وصلت في واحد الاجواء اللي هي اخويه رغم الطرق الصعيبه ورغم بعد المسافه. يعني خرجنا البارح ان شاء الله، الحمد لله خرجنا مع 8 ديال الصباح او 7 ونص ديال الصباح تقريبا، بعد ما وصلنا هنا تقريبا مع 7، يعني 12 ساعه تقريبا ديال الطريق، فماشي سهله. فنتمنوا من الله خير، نتمنوا من الناس يزيدوا يتعاطوا اكثر مع الجمعيات اللي كتعاون هاد المناطق النائيه، يجيو يتعاملوا معها اكثر. اي جمعيه قريبه ليك تعاون معها، راه كاينين الناس في الجمعيات كيخدموا وكيوصلوا الامانه الحمد لله. العراقيل هي الطريق بحد ذاته صعيبه شي شويه، الطريق بحد ذاته صعيبه، وكنا يعني الطريق ما بين دمناس لهنايا شويه صعيب، الطريق واعره والتضاريس شويه صعيبه والجبال شويه صعيبه. فكانت واحد المسافه ديال 3 كيلومتر 4 كيلومتر بيس في الجبل، فكانت صعيبه بزاف. ولقينا الواد ودخلنا وسط الواد بالسيارات ديال الاخوان، الحمد لله كانوا واحد السائقين مهنيين يعني اللي كانوا معنا محترفين، اللي خادوا الامانه وصلوها مزيان فواحد الجو مزيان. فالحمد لله على كل حال. الرساله اللي كنقول الناس اللي قادر تعطيه خرج اللي عندك، ما تخرج خرج. راه اليوم راه الناس مضروره بزاف، ولا كريز واصل للعظم والناس كتعاني بصمت. خرج، راه اللي عنده يخرج الزكاه اللي عليه، يخرج الصدقات، فطهروا ذاك المال ديالكم بالزكاه كما قال الله عز وجل. فطهروا المال وصدقوا على الناس، ديروا الخير، تواصلوا مع الجمعيات الخادمه اللي كتخدم، تعاونوا مع الناس المحتاجه. فهاد المغرب في هاد المرحله راه حنا محتاجين مع بعضياتنا بزاف. فالتكافل الاجتماعي اللي كيعرفوا المغرب خاصو يستمر منذ الاجداد حتى لدابا، يبقى غادي ويعيشوا الاحفاد يشوفونا بعينينا ان كيفاش كاين التعاون، وساهموا اكثر وتعاونوا اكثر، والله يجازيكم بخير. الحاله مضروره بزاف، الا هضرتي مع شي واحد هنا راه كيقول لك الحمد لله بعد دابا مؤخرا راه شي شويه الطريق تحفرات في الجبل ولينا كنوصلوا، واخا هي راه صعيبه. راه قديمه راه ما كناش كنعرفوا، قال لك الناس هاجروا من هاد الدوار بزاف لان صعوبه المعيشه هنا صعيبه بزاف. كاين اللي غايعيش في الطبيعه غايعجبو الطبيعه، ولكن خاصك تفكر ملي كطيح الثلج وملي كتقال الطريق راه صعيبه بزاف، راه ما توصلش هنا وما توصلكش حتى فين تدرس ما توصلكش هنا. فصعيب الناس هاجرت بزاف من هنا، والناس كنقول لهم تعاونوا اكثر. السيدي هاد الناس راه جاو زارونا الله يرحم والديهم، حنا راه فرحانين بهم بزاف وتا هما راه فرحانين، والله يطول عمركم الله يجزيكم بخير كما فرحتوا هاد الوليدات. الله عمر سيدي ربي يفرحكم. كاين وحده عام الاول جات تا هما راه مع الله يهن في الناس والله عمرها دار، والناس راه بداو تيزعموا شويه، ما واحد الوقيته راه ما كاين اللي تيلحق عندهم كاع، ما كانش طركان ما كانش، دابا راه ولاو الناس تيزعموا شويه، ولاو الدراري فرحانين ناشطين. الله ينشطكم في الدنيا وفي الاخره. حتى حنا راه تيفرحوا القلوب ديالنا، تيفرحوا القلوب ديالنا، تفرحوا بهذوك الدراري كما فرحتهم. الله يعمر سيدي ربي يفرحكم. هما راه القبيله كامله راه فرحانين، الدراري الصغار والكبار وكل شيء فرحان والحمد لله. هاد الناس اخويا الله يطول عمرهم. الله يعمر سيدي، الله يعمر ربي يدير لهم البركه كما فرحوا هاد الناس، الله يعمر ربي يفرحهم. اسيدي الا جاوا عندنا راه قلوبنا غايزيدوا في الفرحه،
غنزيدوا في الفرحه. حنا راه فرحانين بزاف بزاف وفرحانين، راه اليوم جا عندنا بحال العيد الحمد لله، كما فرحتونا الله عمر سيدي ربي يفرحكم، راه فرحانين بزاف بكم، وحتى انتم راه فرحانين وبغينا هذا الشيء الله تعالى يقبلها لكم. اخويا اش غادي نقول لك، الناس راه تيعيشوا شويه، راه كي راك عارف الجبل، الجبل الناس راه ملي تيجيو عند عندك شي لاحباب راه بحال العائله، دروك بحال الا جاي عندك شي عائله راه فرحان به بزاف، راه تتزيدي في الفرح ملي تشوفوا بحال هذا الشيء، راه تتزيد في الفرح وتفرح القلب ديالك، تفرح بالقلب ديالك بان فرحتوا هاد الدراري. الله عمر سيدي ربي يفرحكم، الله عمر سيدي ربي يزيد لكم في البركه في البركه. السلام عليكم. اولا قبل كل شيء، الاسم عبد الرحيم مدني، رئيس جمعيه تاكوريان 300 الثقافه والرياضه، منخرط في جمعيه شباب تومديس. المهم اولا وقبل كل شيء تنشكر جمعيه تزمر على الحضور ديالها وعلى الزياره ديالها لهذ البلاد، لهذ الاقليم، يعني لهذ الجامعه هذه، ونتمنوا ما يكونش الزياره الاولى، يكون ان شاء الله بحول الله زيارات ما بعد الزيارات، يعني يكون بزاف الزيارات. تشكركم بزاف. وثانيا الشعور ديال الناس الدوار والناس، يعني احنا بالذات يعني الناس ديال ايتومديس كاملين، يعني شعور يعني ما نوصفوش لك، يعني الناس فرحانين بزاف. واحد شويه غيبان لك سميتو، غير ملي يجيو الناس غيبان لك، يعني الناس تتسناو، ما كرهوش كل يعني كل شهرين شهر تجي عندهم قافله بحال ما هكا، حيتاش يعني كتعاونهم بزاف الحوايج، يعني ملي كيجيهم هاد القوافل يعني فيها القطنيات، يعني مواد غذائيه وفيها ملابس الاغطيه، يعني راه شي حاجه بالنسبه لهم، راه تحيد لهم واحد الحمل، يعني واحد الشهر بعدا كتحيد لهم واحد الحمل ديال شهر ولا شهرين، يعني فيه القطنيات، الدكيك، الزيت، يعني راه شي حاجه، يعني راه بزاف ماشي شويه، بزاف بالنسبه لهم. وبالنسبه لي انا، الناس الى جمعيه الى جات، راه انها تجي تزور الدوار، يعني راه زار الدوار، يعني راه كتجي كتزور الدوار كما انتم دابا جبتوا، يعني فيها صحافه وفيها، يعني كتزور الدوار، يعني راه كدي شي حوايج كديهم، كدي شي حوايج كتلبيهم لهاد الناس هادو، انت كتلبيهم غير في القناه ديالك، يعني الناس بالفرحات، يعني بزاف الحوايج، يعني الناس الله يكثر خيرهم، الناس اللي تيتعاونوا حتى هما، يعني كاينين بزاف الناس كيتعاونوا، المحسنين الله يكثر خيرهم، تيتعاونوا مع الجمعيات، والجمعيات كيتعاونوا مع الدواور، يعني مع جمعيات اخرين ديال الدواور. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.